السلام عليكم، دايرين لاباس بكم؟ صافا شويه كلشي هاني الحمد لله. اليوم ان شاء الله غادي نصور لكم واحد المحل ديال زيوت جبال سوس. انا غادي نخليكم لادغاس فين كاين، كاين عند المنتوجات كلها اللي هي بيو. احنا غندخلوا لداخل نصور لكم دابا، نشوفوا غير على برا، نمشي ندخلوا لداخل باش نوريكم المحل كيفاش داير من الداخل. دابا دخلت معاكم هنا المحل باش نشوفوا لي برودوي اللي عندهم لي بيو. هنا لا ريسبسيون، هادي لا ريسبسيون فيها دي باني كوزميتيك كيتعمروا بداكشي اللي بغا الكليون، اولا هما كيتبعوا هكذاك سلون لو شوا ديال الكليون. فوالا، وهنا بغيت نوريكم لي برودوي اللي كاينين مع لي سيرتيفيكا اللي عندهم واخدين، حيت كلشي لي برودوي عندهم بيو. دابا نقربكم لهنا تشوفوا العسل ديال الطرموس والعسل ديال الزعتر، وكاين دوطخو زعتر. فوالا الانواع ديال العسل اللي عندهم هنايا، ها هما كتشوفوهم قرابين لكم. هنا ما كيبان شويه حيت مع الشعاع ديال الضو. فوالا هادو لي برودوي بيو اللي عندهم هنايا. هادو دي كوفري، ها لو باني التقليدي اللي بغا ياخد الباني. دابا غنكمل لكم هنايا على الزيوت اللي قلنا قبيله، زيوت فيجيتو. هادو هنا اللي مازال ما كملتش لكم، ها هما هنايا. عندنا زيت ديال جزر من دي كاروت هي في الفوق، تصلح البرونزاج، كتعطي ان برونزاج غزال. كاينه الزيت ديال الثوم، الزيت ديال الثوم، الزيت ديال الجزر، عندنا الزيت ديال الحلبة، عندنا الزيت ديال بذور العنب اللي هضرنا عليها قبيله، عندنا الزيت ديال جوز الهند. عندنا الزيت ديال لافوكا. هادو لي زويت فيجيتو. دابا بغيت نوري لكم واحد لي غران باش فين محطوطين، فين كاينين هنا فواحد لي باني. وقبل ما نوريكم غندوز اول حاجه نوريكم هاد لي باني شنو فيه. هذا الارغان، هذا هو حبه الارغان كيف ما كتشوفوا دابا بحال هكا كتبان. هذا اللي نحيدو منه كندقوه، كيعطينا اللوز اللي عنده في الوسط هو اللي كنصاوبو به الارغان، كتسمى اللوزة. هنا وهادو دي باني اللي محطوطين فيهم لا غران ولي زويل ديالهم اللي كنخرجو منهم اللي شفنا قبيله، زيت اللوز الحلو، وكاين زيت الجنجلان. انا غنوريهم لكم من على برا. وهنا هاد الطبيله هادي كيف ما كتشوفوا هنايا، هادي هي مزوقه بهذاك الارغان اللي مهرس، باش كنقسموه كناخذو منه اللوزه اللي كاينه في الداخل، وكيبقى النص ديالو هكا باش نزوقنا تزوقات الطبيله هذه هكا. ديكور غزال. وهنا هادو الزيوت اللي كتخرجوا من الاعشاب، لي زويل اسانسييل، ها هما هنايا مع فلي بيتي بانيي مع الزيوت ديالهم والنوع ديال العشب اللي فيهم كنخرجوا منهم. دابا غادي نوريكم هنا من على برا لا فيترين كيفاش كيجي المنظر ديالهم مستفين هكذا مقادين. فوالا ها لو بيتي باني هنا اللي فيه الحبات ديال الارغان، هذا هو ارغان هكذا كيكون، عاد كيتقسم باش كنخرجو منو لا كريم وكتعصب لنا الزيت ديال الارغان وهذا الحبه. دابا هنايا جينا للبلاصه اللي فيها لا فيتري اللي فيها لي زويل اسانسييل. هنا عندنا لي زويل اسانسييل، نوريكم هكذا تشوفوا
فوالا هنايا كاين الانواع ديال لي زويل اسونسييل لكم بعدا فين كاينين. هنا لي زويل اسونسييل كاين ديال الزعتر والزعتر، كاين ديال الغومارين، كاين ديال الشيح، كاين ديال الخزامه، كاين ديال البودور ديال لي بيتي زغان. هادي نشوفها شنو هي لي غران، هادو لي بيتي غران. فوالا كاينين انواع ديال الزيوت اسونسييل هما هادو، كاين حتى ديال شجرة الشاي كاليبتوس. هنايا كاين حدا لي زويل اسونسييل، كاين لي زويل فيجيتو، ها هما هنا غنوريهم ليكم فهاد لا فيتخين. هما شوفوهم عاد نقول لكم السميات ديالهم اللي غيبان لكم. هنا لا فيتخين حداهم، كاين عندنا هنا لي زويل قلنا فيجيتو، كاين ديال زريعة الكتان هاهما هنايا، كاين هاهي ديال زريعة الكتان لي مزيانة كنعرفو كنا بأنها مزيانة، كاين ديال زيت الخروع البيدو غاسان، كاين زيت اللوز حلو. نوريكم هادو من قريب باش يبان ليكم، البيدو غاسان، الويل دامونتوس، الويل دو غاسان، الويل ديال كراندولان. فوالا هذا زيت اللوز حلو، هادو لي غرين ديال العنب لي بيبان دو غازان، وهنا ديال زريعة الجنجلان، الويل دو سيزام هي كيف كتشوفو. عندنا هنا زيت الياقطين، الويل دو سيتروي، لا سيتروي كنعرفوها كاملين بانها مزيانة وزوينة، وزيت الحبة السوداء هنا كغان دو نيجيل. فوالا هما هادي هنايا زيت الخردل، الويل دو موتارد. فوالا زيت الفول السوداني، عندنا هنايا هاد الزيوت كاين لي زوي اسونسييل كيف ما وريتكم هنايا فهاد لافيتخين، وهادو الويل فيجيتال. هاد الويل كاين الفرق اللي بيناتهم ان هاد لي زوي اسونسييل انا براسي ما كنتش عارفه هاد المساله هادي، شرحها السيده بس اللي خدام هنايا. هاد لي زوي اسونسييل مع الويل فيجيتال، الفرق اللي بيناتهم ان لي زوي اسونسييل كناخذوهم من العشب، لي زويل اسونسييل كناخذوهم من العشب، ولي زويل فيجيتو كناخذوهم من لي غرين كيف ما شفتو. ها الجنجلان، ها اللوز، ها العنب، العظام ديال العنب لي غرين دو لي بيبان دو غازان. شنو اخر عندنا هنا؟ الحبه السوداء، يعني هادو كناخذوهم من لي بيبان. فوالا هادشي لي كاين. هذه معلومه زوينه كنقسمها معكم، كنتقاسمها معكم لفائده الجميع. دابا غادي نوريكم الجهه اللي فيها املو، املو اللي مصوب بالعسل ديال الربيع وبارغان واللوز، وهذا كلهم دي برودوي كي سون سيرتيفيي، يعني ما غاديش يديروا دي برودوي اللي ما غاديش يكونوا. نوريكم لي سيرتيفيكا اللي عندهم كاينين، نقرب لكم باش تشوفوا لي برودوي كيفاش دايرين. حتى لو موبل فاش حاطينو شي حاجه اللي هي تقليديه 100%.
دابا غادي نشوفو، شفنا العسل ملو، نشوفو لي برودوي ديال الارغان. غادي نوريكم غير دابا بالبعدا فاش حاطينو بريزونطاسيون. ديك الساعات غادي نقربو شويه باش تشوفو الارغان باش مصوب. هادو كيف ما قلت لكم ارغان، وريتكم دابا غير لو مبل. وهنا هادو هما كاينين القراعي ديال الارغان، ارغان مصوب بالرحه، حيت كاين الارغان اللي كيتصوب بلي ماشين، وكاين الارغان اللي كيتصوب بالرحه. هادو دي برودوي تا هما سيرتيفيو، كلشي هادشي سي بيو. واحد الحاجه بغيت نشير ليها، بان الارغان واخد هنايا الميداليه الذهبيه. سمحوا لي غلطت، ماشي ارغان، املو، حيت بالي مع ارغان كنهضر عليه بزاف، مع عجبني هذا الشكل تبارك الله وما شاء الله غزال. املو هو اللي واخد الميداليه الذهبيه، ف كوم كوا بان ان برودوي اللي هو بيو ونقي وسيرتيفيه.